اهدي، انا مش فاهم حاجه. انا عايزك تفهميني بس ايه اللي حصل بالظبط. تامر جالي وسمعني فويس بعدها سميحة المعتز بتقول له تعالى لي البيت عشان ولا وبابا مش موجودين. وتامر جاب الفويس ده منين؟ بيقول لي ان عايدة بعته له. انت متأكدة ولا لا؟ اه والله قال لي كده. طلعت جريت لقيتهم مع بعض في اوضه النوم يا ياسين. ما عرفتش اعمل ايه، ما عرفتش انا ايه اللي انا عملته. طب ما تخافيش، مش عايزك تخافي خالص. ها؟ ما خافش ازاي يا ياسين، انا قتلته. انا قتلت معتز وفي الاخر هي طلعت مامته. بيحصل لي كده ليه؟ حبيبتي انت مالكيش ذنب في اللي حصل ده. ماليش ذنب ازاي؟ امال ذنب مين؟ انا قتلته. ذنبها هي. اخويا يعني هو ما كانش منصب عليا وكان بيخاف عليا بجد؟ وانت جاي تقولي الكلام ده ليه دلوقتي؟ جاي تقولي بعد ما مات؟ مات ايه؟ اتقتل. اللي قتلته تبقى اختي. جاي تقولي لي ليه دلوقتي؟ عايزه ايه؟ جاي تقولي لي عشان افرح ان كان لي اخ بيخاف عليا؟ ولا ازعل ان هو مات؟ عايزه مني ايه؟ انا عارفه انه كان لازم اقول لك، بس ظروفك واللي احنا فيه كانش ينفع اقول لك. اطلعي بره. يا نهار اسود. الو، الحقني يا اسماعيل، انا نسيت اقفل التليفون وانا عند سامح. ما هو انت ما بيجيش من وراكي غير المصايب. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.